تحتل المملكة المغربية موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية من حيث طول السكك الحديدية والنقل السككي، حيث يتوفر المغرب على شبكة سككية يصل طولها إلى 3657 كيلومتر، منها 2238 كيلومتر تعمل بالطاقة الكهربائية. وقد استعمل أزيد من 40 مليون شخص القطارات سنة 2015 بزيادة قدرها 25% مقارنة بسنة 2011، وعبر 76% من مستعملي خدمات النقل السككي للمسافرين عن رضاهم لجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال. ولتحسين وتطوير المنتج السككي وفعالية ميكانيزمات الإنتاج، دشن المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2014 الميناء الجاف ميتا بالمنطقة اللوجستية لمدينة الدار البيضاء، وعمل على الرفع من حجم نقل السيارات المصنعة بطنجة، إضافة إلى ربط زبناء جدد بالخط السككي. وتم لهذا الغرض استثمار 34 مليار درهم في القطاع السككي خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2016، كان أهمها تخصيص 20 مليار درهم لبناء الخط الفائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة على طول 200 كيلومتر. كما تم تخصيص 2.3 مليار درهم لاقتناء آليات النقل الخاصة بالخط الفائق السرعة، فيما تم توزيع 7.8 مليار درهم لتقوية الخط الدار البيضاء القنيطرة وتثنية الخط مراكش سطات وتحسين جودة الخط نحو الشرق. ولم يقتصر ورش تطوير وتحديث السكك الحديدية على بناء الخطوط وتجديد العربات، بل تعداه إلى تحديث وبناء محطات جديدة تليق بالتحولات المعمارية المتسارعة التي تعرفها المدن المغربية. كما تمت تقوية الربط السككي الذي انتقل من حوالي 73 ألف ربط خلال سنة 2011 إلى أكثر من 78 ألف ربط خلال سنة 2015. وتم إعطاء أهمية كبيرة لسلامة السكك الحديدية وأمن المسافرين من خلال رصد مبلغ 1.5 مليار درهم في الفترة الممتدة بين 2011 و2016 من أجل بناء قناطر لعبور الراجلين، إضافة إلى تجهيز الممرات المستوية بأنظمة أوتوماتيكية للحماية وتعزيز التشوير، مما أدى إلى خفض عدد القتلى على مستوى السكك الحديدية من 43 قتيل سنة 2011 إلى 17 قتيل سنة 2016. ولأن كفاءة العنصر البشري ضرورية لمواكبة المشاريع والأوراش الكبرى التي يعرفها قطاع النقل السككي ببلادنا، يعمل معهد التكوين في مهن السكك الحديدية على توفير تكوين متكامل يتناسب مع المتطلبات المتزايدة لسوق الشغل في هذا المجال. ونظرا لما يساهم به قطاع النقل السككي في رفع دينامية الاقتصاد الوطني وتشجيع السياحة الداخلية، فإن هذا القطاع الحيوي يشغل حيزا هاما في البرنامج الاستراتيجي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بهدف تطوير خدماته وجعلها ترقى لمتطلبات كل المرتفقين.